أهلا بكم إلى التفاصيل. وسط أزمة الطاقة غير المسبوقة التي تشهدها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، صحيفة الفاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان مبعوث موسكو إلى التكتل الأوروبي يحث على إصلاح العلاقات لتجنب نقص الغاز. الصحيفة أوضحت أن السفير الروسي قال إن أزمة الإمدادات ستحل بسرعة أكبر إذا توقفت الكتلة عن معاملة روسيا على أنها خصم، ودعا السفير الروسي أوروبا إلى إصلاح العلاقات مع موسكو من أجل تجنب نقص الغاز في المستقبل، لكنه أصر على أن روسيا لا علاقة لها بالقفزة الأخيرة التي شهدتها الأسعار. الصحيفة أشارت كذلك إلى أن الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي توقع أن تستجيب شركة غاز بروم المصدر الذي تسيطر عليه الدولة والذي يوفر 35% من احتياجات الغاز الأوروبية بسرعة لتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين بزيادة الإمداد. وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أثار مخاوف من أزمة وقود متفاقمة في الشتاء وأن يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر. ففي وقت سابق وصلت أسعار الغاز الفورية إلى ما يقرب من 10 أضعاف مستواها منذ بداية العام. على كل، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ ميشيل أبي نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس. صباح الخير أستاذ ميشيل، أهلا بك معنا في الصفحة الأولى. صباح الخير. أهلا. هل إصلاح العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو شرط يمكن تحقيقه لتجنب نقص الغاز؟ بالطبع هذا إصلاح العلاقات يمكن تحقيقه، ولكن المشهد كما هو اليوم يبين أن هناك شيئا يشبه الحرب الباردة بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا علينا أن نضيف الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أي حال هناك تأثير كبير أمريكي على الاتحاد الأوروبي في موضوع العلاقة مع روسيا. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية، عندما يقول مسؤول روسي أن تحسين العلاقات مع روسيا سيساعد على إيجاد حلول لأزمة الطاقة، هذا يعني وبشكل غير مباشر أن روسيا تستخدم إمدادات الطاقة وتحديدا إمدادات الغاز كسلاح من أجل إجبار أوروبا. هنا نذكر أن الاتحاد الأوروبي له مشاكل عديدة مع روسيا، وهناك مجموعة من العقوبات التي اتخذها الاتحاد ضد موسكو، أكان بالنسبة لأوكرانيا وجزيرة القرم، أكان بالنسبة لتدخل روسيا في الانتخابات الديمقراطية الغربية، أكان بالنسبة للدور الذي تلعبه روسيا في أفريقيا، في ليبيا، في مالي. إذن هناك مجموعة من العوامل التي تجعل العلاقات الروسية الأوروبية بالغة التعقيد. طيب، مع هذا التعقيد اللي يشوب سيد ميشيل العلاقات الأوروبية الروسية، وهي يعني تعقيدات متوارثة منذ وقت طويل، لكن الآن الإصلاح من أين يبدأ من وجهة النظر الأوروبية؟ يعني بداية من وجهة نظر الأوروبية، يريد الاتحاد الأوروبي أن يكون متأكدا من أن روسيا لن تستخدم الغاز وإمدادات الطاقة بكل أنواعها وسيلة ضغط، ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي لتغيير سياساته. هذه نقطة بالغة الأهمية. وإذا لم تفهم هذه النقطة، علينا أن نذكر أنه في العام 2009 كادت أوروبا أن تموت من البرد، لأن الروس وقتها أقفلوا حنفيات بين مزدوجين مرور الغاز إلى غرب أوروبا. إذن اليوم المطلوب أوروبيا التفاهم مع روسيا حول العديد من المسائل التي ذكرناها، ولعل أبرز هذه المسائل أن هناك نوعا من غياب الثقة بين الطرفين. يعني العام الماضي حاول الرئيس الفرنسي وأيضا معه المستشارة الألمانية لإيجاد نوع من القمة الأوروبية الروسية، لكن سمعت أصوات وهي في الغالب أصوات موالية للسياسة الأمريكية إزاء روسيا التي رفضت هذه القمة. وبالتالي يعني لا يمكن إيجاد نوع من السيولة، نوع من الليونة والمرونة في العلاقات الأوروبية الروسية من غير اتصالات. هذا التمنع الروسي، يعني كما فهمت من حضرتك وكما فهمنا أيضا من المعطيات، على أي أساس؟ التمنع الروسي يعني. نعم، يعني التمنع الروسي مرتبط بحالة العلاقات.
يعني مثلا هناك مشروع، كما تعلمين هناك مشروع نقل خط أنابيب غاز اسمه نورد ستريم 2، يذهب من روسيا إلى ألمانيا ومن ألمانيا إلى هولندا وبقية الأنحاء الأوروبية. أنت تعلمين أن هذا المشروع لم ينطلق بعد، لأن هناك رفض أوروبي رغم الإشارة الخضراء التي أعطاها الرئيس بايدن للمستشارة الألمانية ميركل. والحال أنه عندما ينطلق هذا المشروع، أعتقد أن إمدادات الغاز التي تمر عبر الأنابيب بهذا المشروع الضخم الذي تملك منه روسيا عبر شركة غازبروم 51%، بينما تملك، هذه نقطة بالغة الأهمية، بين تملك ألمانيا وفرنسا وهولندا 49%. بالطبع هناك إمكانية لأن تكون تبعية أوروبية إزاء الغاز الروسي. هذا يفترض بأن على الأوروبيين أن ينوعوا مصادر وصولهم إلى الغاز، أكان ذلك عبر الطاقات البديلة أو كان ذلك عبر أطراف أخرى مصدرة للغاز كالجزائر وغير الجزائر، من أجل ألا تكون هذه التبعية شبه تامة. ثم لو أخذنا وضع فرنسا مثلا، فرنسا تشكو من ارتفاع الغاز، لأن ارتفاع أسعار الغاز يعني ارتفاع الطاقة الكهربائية، وما يعني أن الطبقة الوسطى والطبقة الأقل أدنى هي التي تعاني بشكل كبير. وأذكر هنا أن انطلاقة السترات الصفراء في فرنسا في العام 2018 أو آخر العام 2018 كان سببها زيادة طفيفة في أسعار البنزين، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الغاز 250% منذ بداية هذا العام وحتى اليوم، هذا يعني أن هناك أزمة كبيرة قادمة عليها الدول الأوروبية. أسعار الكهرباء في إسبانيا زادت 3 أضعاف، في فرنسا زادت 2 أضعاف وإلى آخره. وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الطاقة يعني ارتفاع أسعار النقل، يعني ارتفاع أسعار الكهرباء، يعني صحيح. ارتفاع طيب أسعار المواد ميشيل. الغذائية وغير ذلك، بما في ذلك تبعات اجتماعية واقتصادية عديدة. فضل. لو قفزنا على مسألة بناء الثقة بين التكتل الأوروبي وروسيا، من أي منطلق يمكن أن تبدأ أوروبا لتطمئن روسيا؟ نعم، أعتقد أن نقطة الانطلاق هي الاجتماعات، يعني لا سبيل آخر. كيف يمكنك التفاهم مع جارك إذا كان هناك خصومة بينكما إن لم يكن هناك كلام ومحادثات ووسطات؟ هذه نقطة البداية في الدبلوماسية، خصوصا بين المجموعة. لكن تبدو الاشتراطات واضحة سيد ميشيل، يعني كلا الجانبين يعلم ما يريده من الآخر حتى بدون اجتماعات أصلا. بالطبع، ولكن هذه الاجتماعات مهمة للغاية، وليس على مستوى صغار الموظفين. يعني لو دعي غدا الوزير الخارجية الروسي إلى بروكسل مثلا، أو قبل الاتحاد الأوروبي أن تعقد قمة مع الرئيس الروسي، أو مثلا اتخاذ إجراءات رمزية مثلا كرفع العقوبات عن مسألة ما، مسألة التدخل في الديمقراطيات الغربية أو مسألة السيبرانية أو مسألة تسميم المعارض الروسي أو إلى غير ذلك. يعني هناك حاجة، وهذا ما قالته ماريا زاخاروفا أول من أمس، قالت نريد إشارات إيجابية من الاتحاد الأوروبي على أنه يعاملنا كجيران محترمين. أنا هنا لا أدافع عن الموقف الروسي، وإنما أنظر إلى طبيعة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين، يعني روسيا في أوروبا، وبالتالي من مصلحة الأوروبيين أن يتفاهم مع روسيا. بالطبع ليس بأي ثمن، ولكن أعتقد هذه المصلحة هي المصلحة المتبادلة. هناك مشاكل عديدة يمكن لروسيا أن تساعد على حلها. أذكر مثلا هنا سوريا، ليبيا، مالي، أزمة الغاز، أزمة الطاقة، أزمة البيئة، كل هذه مسائل لا يمكن ترك روسيا خارجها. ثم طيب، في هناك المسألة الأمنية، يعني مثلا عندما قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخروج من اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى، هذا حصل على وراء ظهر أوروبا. هناك أيضا مسائل أمنية، هناك مثلا محادثات قادمة روسية أمريكية ستكون بشأن الأمن في أوروبا، ومصلحة أوروبا أن تكون على علاقة بالطرفين حتى تحافظ على مصالحها. هذا أعتقد أنه هذا واضح، وسيكون في نظر هذا الاتجاه في الأشهر والسنوات القادمة. طيب سيد ميشيل، لكن كيف؟ يعني كيف يمكن أن تنفتح الدول الأوروبية على علاقات يعني تكون أصلح مع روسيا
بدون وضع الولايات المتحدة الأمريكية في ميزان هذا التعامل؟ نعم، أنت تعين بشكل أكيد أنه أن بالنسبة لواشنطن اليوم هناك خصمان. الخصم الأول الرئيسي المنهجي هو الصين. لماذا؟ لأن الصين تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات العلمية، الاقتصادية، التجارية، العسكرية وكل المجالات، وبالتالي هي خصم منهجي. بينما روسيا هي منافس للولايات المتحدة الأمريكية فقط في الميدان العسكري. يعني روسيا من حيث ناتجها الخام لا تتعدى بلدا متوسط في أوروبا، وبالتالي يمكن التفاهم مع روسيا، ولكن شرط أن يكون هناك رغبة أوروبية في الخروج نوعا ما من العباءة الأمريكية، لأنه إذا استمرت أوروبا تحت العباءة الأمريكية ستكون الأمور صعبة للمستقبل. ثم أن الاتهامات التي تساق بأن روسيا تسعى لاستخدام الغاز كورقة كسلاح ضغط على الاتحاد الأوروبي، يعني هذه الورقة يمكن قبولها كما يمكن رفضها. لماذا؟ لأن روسيا إذا لم تبع نفطها و 30% من الغاز الأوروبي يأتي من روسيا، إذا لم تبع روسيا نفطها فإنها تحرم نفسها من هذه المداخيل المالية، ونحن نعلم ما هي حالة المالية الروسية. وبالتالي أعتقد أن للطرفين مصلحة في الوصول إلى تفاهم، وكما قلنا سابقا أعتقد أن إشارة أوروبية بخصوص روسيا يمكن أن تفتح الباب للتفاهم بين الطرفين. طيب، لهذه الدرجة هي مهمة جدا سيد ميشيل، يعني هذه الإشارة الأوروبية لروسيا، حتى أنه حضرتك ذكرت السيدة ماريا زخاروفا قالت أننا نريد إشارة تطمين من الجانب الأوروبي، يعني هي بالنهاية مسألة مصالح اقتصادية، يعني فبالتالي هل الأمر يستحق كل ذلك الرهان بالنسبة لروسيا هذه الإشارة الأوروبية المرجوة؟ نعم، يعني بالنسبة لروسيا ترى أنها مطوقة من جهتين، مطوقة اقتصاديا من جهة الاتحاد الأوروبي، ومطوقة عسكريا من جهة الحلف الأطلسي، وغالبية الدول الأوروبية هي دول أطلسية، وبالتالي الفصل بين المسألتين يبدو نظريا أكثر مما هو عملي. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية، يعني بالطبع لروسيا مصلحة في أن يكون لها علاقة جيدة مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون بلدا مستثمرا في العديد من القطاعات الروسية، خصوصا العلمية منها الزراعية الصناعية وغير ذلك، وهناك شراكات بين الطرفين. ولكن المشكلة الأساسية أن الرئيس بوتين منذ إلى السلطة في روسيا عقب يلتسين كان همه الأكبر أن يعيد روسيا إلى المسرح الدولي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المرحلة التي فهم فيها الغرب أن النزاع الأيديولوجي والعسكري الذي كان قائما بين الحلف الأطلسي وحلف وارسو، هذا النزاع انتهى لمصلحة الحلف الأطلسي، وهذا حقيقة، لأن حلف وارسو انتهى ولأن الاتحاد السوفيتي تفكك، وجاءت مرحلة يلتسين عندما كانت فيها روسيا ضعيفة إلى درجة أنها كانت تستجدي القروض من الغرب، من صندوق النقد، من البنك الدولي، من الأطراف الغربية الأمريكية وغير ذلك. الصورة مع بوتين تغيرت، ويعني يبدو أن من الصعب اليوم على الاتحاد الأوروبي أن يعي أن موسكو اليوم ليست موسكو كما كانت قبل 20 عاما، وطالما هذه القناعة لم تصل إلى عقول، لم تقبل لدى الأوروبيين، ستبقى هناك مشكلة. نعم. ثم عندما يرى الأوروبيون أن روسيا لا تحترم الحدود، مثلا الحرب في أوكرانيا، ضم شبه جزيرة القرم، بغض النظر عن التاريخ الخاص بجزيرة القرم التي كانت لروسيا وأعطاها ستالين لأوكرانيا، بغض النظر عن هذا التاريخ، نعم، فإن الغربيين بشكل عام يرون أن روسيا لا تحترم الحدود الموروثة من الحرب العالمية الثانية، أنها دخلت إلى جورجيا، دخلت إلى أوكرانيا، لها مشاكل مع لاتفيا وغير ذلك، وبالتالي هم يرون اليوم أن المواقف الروسية والسياسات الروسية هي سياسات عدائية، وهذا هو المنطلق، وبالتالي
عندما تأتي عملية التسمم، تسمم الجاسوس المزدوج الروسي في بريطانيا، ثم التعاطي مع المنشق الروسي نافالني وتسميمه وإرساله إلى ألمانيا، وعندما يعود إلى روسيا يسجن، ثم عدم احترام حقوق الإنسان، وثم يعني كل هذه الأمور بعضها على بعض يجعل العلاقة بالغة التعقيد، وهذا واضح. نعم، وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال لا يعني لا يستبعد شكرا. أنها يمكن أن تزداد سوءا في المستقبل. من هنا أهمية البدء بإقامة هذه العلاقة التي سميتها علاقة الثقة، وهذا لا يمكن أن تقوم إذا كان الطرف الغربي كلما حصل شيء في روسيا يقوم بفرض عقوبات، أو أن روسيا يمكن أن تلوح بالتدخل هنا أو هناك، وربما غدا بإقفال الإمدادات الغاز إلى أوروبا. الوضع شكرا. أعتقد أنه وضع جدي، نعم، والمتضرر هما الطرفان، روسيا متضررة ماليا، والاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي متضررة شكرا جزيلا اقتصاديا، أستاذ ميشيل. وربما غدا اجتماعيا واقتصاديا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من باريس سيد ميشيل أبي نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. نبدأ مع بوليتيكو، تقول إن تصويت البرلماني العراقي شابته المقاطعة واللامبالاة من الناخبين. لوفيغارو توضح أن الجزائر تطالب باريس باحترام كامل للدولة الجزائرية. فورين بوليسي تتحدث عن أن المدرسة خارج حسابات أفغانستان طالبان. فاينانشال تايمز تتساءل ما الذي يدفع أوروبا لأزمة الطاقة. واشنطن بوست تتساءل لماذا تعتبر جائزة نوبل للسلام صفعة كبيرة لفيسبوك. في تصعيد جديد في الخلاف الداخلي في الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى من المعايير الديمقراطية والتي يجب على جميع أعضائه الالتزام بها، مجلة الإيكونومست تناولت الموضوع تحت عنوان الحكومات تسقط بينما يكافح الاتحاد الأوروبي الفساد. أوضحت المجلة أنه بالنسبة لأولئك القلقين على صحة الديمقراطية الأوروبية، كانت عمليات المغادرة للحكومة الراهنة في التشيك والنمسا موضوع ترحيب كبير لكونها غير متوقعة. وأوضحت المجلة أنه بعد عقد من الزمن قامت فيه الحكومات الشعبوية بتقويض حكم القانون وصياغته لصالحها في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية. يبدو أن البوصلة بدأت تتغير بعد أن فقد زعيمان متهمان بالتلاعب بالنظام السياسي السلطة في نفس اليوم. أشارت المجلة كذلك إلى أن الانتخابات في جمهورية التشيك أنهت فترة ولاية أندري بابيس رئيس الوزراء الملياردير الذي يخضع للتحقيق في إساءة استخدام الإعانات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وهو ما ينفيه. كما أدى تحقيق في النمسا في استخدام الأموال الحكومية لشراء تغطية إعلامية مواتية إلى استقالة المستشار سباسيان كورتس، على الرغم من أنه هو أيضا ينفي ارتكاب أي مخالفات. وسط مساع من الشركات المصنعة للقاحات كورونا إلى توسيع الفئات التي تحصل على اللقاحات، صحيفة لوموند الفرنسية ألقت الضوء على فعالية هذه اللقاحات في تقرير لها تحت عنوان دراسة فرنسية تؤكد فعالية اللقاحات على أكثر من 22 مليون شخص. الصحيفة أوضحت أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ممن يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر هم أقل عرضة بتسع مرات للدخول إلى المستشفى أو الوفاة جراء الإصابة بكورونا مقارنة بالأشخاص غير المطعمين. الصحيفة لفتت كذلك إلى أن القائمين على الدراسة حللوا أثار اللقاحات الرئيسية الثلاثة المستخدمة بوجه عام والمستخدمة في فرنسا بوجه خاص، وأكدوا أنها أظهرت فعالية عالية على عدد كبير من الأشخاص. أوضحت الصحيفة أنه تم إجراء الدراسة الوبائية هذا على ما مجموعه أكثر من 22 مليون شخص، حيث أظهرت النتائج فعالية التجارب السريرية التي أجريت بالفعل. وأضافت الصحيفة أن الدراسة الوبائية خلصت إلى أنه في جميع الحالات كانت فعالية اللقاحات على الأشكال الحادة والوفيات المرتبطة بكورونا في حدود 90% إلى 97%.
رغم نجاح طالبان في السيطرة على أفغانستان بشكل سريع، إلا أن تبعات ذلك على مناحي الحياة العامة لا تزال تلقي بظلالها. صحيفة الواشنطن بوست تناولت هذا الأمر في تقرير تحليلي للكاتب بقلم سودرسان رغفان تحت عنوان الأوركسترا الأفغانية النسائية تحاول الفرار بعد استيلاء طالبان على مدرستهن. الصحيفة لفتت إلى أن فتيات الفرقة سافرنا حول العالم كعضوات ضمن أوركسترا الزهرة الشهيرة في أفغانستان والوحيدة المكونة فقط من النساء. وأشارت الصحيفة إلى أنهن في منتصف أغسطس الماضي كنا يتدربنا على حفل موسيقي في كولومبيا، لكن بعد أن استولى الطالبان على كابول تبخرت آمال الفتيات بالعزف مرة أخرى. أوضحت الصحيفة أن مدرستهن الموسيقية في المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى أصبحت قاعدة عسكرية لشبكة حقاني، وهي جماعة متشددة متحالفة مع طالبان لها صلات قوية بتنظيم القاعدة. وأضافت الصحيفة كذلك أن بعض الفتيات نجحن في الخروج من أفغانستان في حين البقية ليس لديهن جوازات سفر سارية وهن محاصرات الآن في العاصمة كابول. مصير الولايات المتحدة الغامض في أفغانستان بعد الانسحاب الكامل لا يزال يحظى بالكثير من اهتمام الصحف العالمية. صحيفة الجارديان تناولت الموضوع تحت عنوان طالبان تقول إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان. الصحيفة أشارت كذلك إلى أن واشنطن قالت إنها ناقشت تقديم المساعدات إلى أفغانستان خلال محادثات الدوحة، بينما أكد الطالبان أن الاتفاق في هذا الصدد لا يرقى إلى مستوى الاعتراف الرسمي بالحكام الجدد. وأوضحت الصحيفة أنه وفقاً للاتفاق فقد وافقت واشنطن على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الأفغاني في الوقت الذي يقف فيه اقتصاد البلاد على حافة الانهيار. أضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة أكدت أن المحادثات لم تكن بأي حال من الأحوال مقدمة للاعتراف بحركة طالبان، وأنه سيتم الحكم على الحركة بناء على أفعالها لا أقوالها. اهتمت صحف العالم كذلك بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها معكم. نبدأ مع الإيكونومست تشير إلى أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وإيران. لوموند تقول إن الصين وتايوان متباعدتان أكثر من أي وقت مضى. واشنطن بوست تتساءل لماذا يزداد الاقتصاد الأمريكي غرابة. الجارديان تشير إلى اتهام مهندس نووي بالبحرية الأمريكية بمحاولة بيع أسرار غواصة نووية. فاينانشال تايمز تتحدث عن أن بروكسل تتطلع لقواعد جديدة لتشديد القبضة على فروع البنوك خارج الاتحاد الأوروبي. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصفحة الأولى. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.